أهلا أعزائي المشاهدين، مرة أخرى بحييكم باسم الرب يسوع المسيح من الأراضي المقدسة، من عند بحيرة طبرية، من فوق جبل التطويبات، الجبل اللي كان يعلم فيه المسيح عظته الشهيرة، العظة على الجبل، وخلف كنيسة التطويبات اللي سميت على نفس الاسم. بحييكم. هذه المنطقة منطقة خاصة بالنسبة لي، بتعني لي بشكل خاص. أنا عشت في منطقة الجليل، وطبعاً هذه المنطقة كنت باجي لإلها أزورها مراراً وتكراراً، سواء في طفولتي في شبابي. ما كنتش أعرف كتير الحقائق الروحية، لكن لما آمنت بالمسيح صارت هذه المناطق والأماكن تعني لي بشكل خاص، تعني لي بمعنى خاص. اليوم راح نتكلم من عزة المسيح على الجبل عن دوافع الصلاة. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أحبائي، من جبل التطويبات أمام كنيسة التطويبات منكمل دراستنا تعليم المسيح على الجبل عظته الشهيرة. في هذه الحلقة طبعاً رح أتكلم عن دوافع الصلاة، دوافع الصلاة الصحيحة المفروض. قال يسوع: وأما أنت فمتى صليت فلا تكن كالمرائين، وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم. أحبائي، الرب يسوع المسيح فعلا بيتكلم عن دوافع الصلاة الصحيحة، هل مجرد فرائض من مارسها أو من علمها؟ وطبعا في الشرق في كل الديانات بتشوف دائما الناس بتصلي في زوايا الشوارع، في المجامع، وفي أماكن كثيرة. طبعا في كتير ناس يمكن الدافع مش صح، الدافع غلط، عشان الناس اللي بتمر تشوفهم وهم يصلوا. وبالواقع الرب يسوع عم بهاجم كل نوعيات الصلاة اللي هي تعتبر من مظاهر التدين الخارجي، اللي في داخلها رياء وكبرياء، اللي في داخلها نفاق ديني. الأمم طبعاً إحنا بنعرف بالعهد القديم كانوا يصلوا يضلوا يعيدوا ويكرروا الكلام: يا بعل أجبنا، يا بعل أجبنا، يا بعل أجبنا. وفي العهد الجديد في أيام بولس الرسول في مدينة أفسس ظلوا ساعتين: عظيمة هي أرطميس. أرطميس طبعاً إلهة في بلاد اليونان وفي تركيا أيضا اليوم، اللي هي آسيا الصغرى. تكرير الكلام باطلا. لكن صلاة اليهود هي عبارة عن عدة صلوات. الصلاة المشهورة عند اليهود هي الصلاة الأولى: اشمع إسرائيل أدوناي إلهينو أدوناي إخاد، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. هذه كل يهودي مخلص بصلي هذه الصلاة: اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. طبعا هاي الصلاة لازم يكررها صباحا ومساء، وطبعا إذا بيكون سايق، إذا بيكون مسافر، لازم يوقف في أي مكان بيتواجد فيه، في أي مكان بيتواجد لازم يوقف. طبعا الصلاة الثانية المشهورة عند اليهود في صلاة بيسموها صلاة 18، يمكن زادوا عليها بند صارت 19. هذا جزء مهم في العبادة في المجمع، فهي عبارة عن صلوات كثيرة، صلوات قصيرة. وطبعا الصلوات هاي رائعة وكتابية، منها مثلا: ارجعنا إلى شريعتك لتظهر رحمتك، وكلمات كثيرة مثل هذه الكلمات. لكن شو المشكلة في الموضوع؟ طريقة الترديد والهدف من ترديد هذه الكلمات. فكان برددها 3 مرات في اليوم.
الصبح والظهر والمساء. نفس الشيء إذا بيكون مسافر أو في أي مكان متواجد فيه بيجي في معاد الصلاة، لأنه عندهم مواعيد محددة وفي أوقات لمواعيد الصلوات. إحنا بنعرف أنه بطرس ويوحنا صعدا ليصليا في صلاة الساعة 9. عند اليهود في مواعيد للصلاة اللي بسموها 18، وعندهم صلوات كتير في كل المناسبات وصلوات لكل شيء. الهدف من الصلاة إنك تكون في محضر الله، ومع إنه وضعوا مواعيد محددة شو المشكلة؟ يكررون الجمل عشرات بل مئات بل آلاف المرات. فالصلاة بدافع كان أن يراهم الناس، يعني هو مش غلط هذه الصلوات، لكن الدافع من جوا أنه صارت شوفوني يا ناس، فتحولت إلى شيء غلط. صلاة المؤمنين هي للرب طبعا مش للناس. ليس المهم الصلوات المنمقة، لكن الأهم شو هي حالتك الداخلية. الكتاب بيعلمنا أنه نصلي بالروح، نصلي بالإيمان، نصلي بنقاء وطهارة القلب. بعلمنا أنه الصلاة هي مش مجرد فرض ولا واجب ديني، لكن هي تعبير عن المحبة، عن العلاقة، عن الشركة، عن الاقتراب إلى الله بقلب صادق ونية صادقة. سأواصل حديثي بعد قليل. Jesus gives a very interesting statement at the end of the Sermon on the Mount about how at the final judgment, people will come up and they will say, Jesus, Jesus, didn't we prophesy in your name? Didn't we cast out demons? Didn't we do all these great mighty works of power? And Jesus will say, go away from me. I don't know you. Who are you? And this is a balance within Jesus's teaching. Dramatic, miraculous, healing power, prophecy, those things are legitimate gifts of the Spirit and used by God. But power without heart, power without integrity, power without that interior relationship with God is meaningless. So Jesus concludes the Sermon on the Mount by saying, get your priorities straight. First, you have to embrace the rule of God in your heart. You have to develop your relationship with Him. Praying in private, not seeking glory, learning to forgive, learning to trust on God, actively seeking holiness, seeking peace, recognizing your brokenness and letting God restore and supply. And then God may bless you with superlative power, but you'll use it from a place of humility, recognizing that it's God. But power without God's rule in your heart is meaningless. So get your priorities straight. أعزائي، حذر المسيح من كل مظاهر وأشكال التدين الخارجية، ثم حذر من التكرار الباطل. لكن طبعا يحق لنا الصلاة بإلحاح وبلا جاجة. طبعا ليس خطأ أن نصلي عيانا أو علنا أمام الناس عندما نشكره مثلا من أجل الأكل أو الخبز، لكن الخطأ إذا لم تكن بهذه الصلاة مصحوبة بالصلاة السرية اللي بسموها صلاة المخدع. صلاة المخدع هي الصلوات الطويلة، هي الصلاة اللي أنت بتصرف فيها وقت مع الرب. الصلاة أمام الناس هي الصلوات المحددة المهدفة لغرض معين. بتصلي مثلاً للأكل، صلي واشكر رب على الأكل. بتصلي واحد طلب شفاء، صلي له من أجل الشفاء. تسديد الاحتياج، صلي الطلبة المحددة. ومرات في الاجتماعات العلنية ككنيسة بنصلي من أجل أمور محددة، إنه الله يزور بلادنا، يفتقدنا بنهضة، بانتعاش، بزيارة خاصة. هذه صلوات جماعية ممكن تكون طويلة، لكن اللي قصده المسيح هو الدوافع من جوا. أنا بكرر الكلام
وعم بطول في الصلوات، اللهم إني أقدس منك، اللهم إنه أنا بصلي أكثر منك. وشوف الكلام الفصيح المنقح، بتعرفوا مرات إحنا منصلي، بتعرفوا المثل العربي اللي بقول بحكيك يا كني تتسمع يا جارة. وفي ناس على فكرة بتحب الوعظ، إذا ما بتوعظش على المنبر، إذا أعطيت فرصة للصلاة بتروح خابطتك شي وعظة من خلال الصلاة. المسيح حذر من كل هذه مظاهر التدين الخارجي، فأي صلاة لازم تكون مصحوبة بالعلاقة السرية بينك وبين الرب. صلاة المخدع، المسيح طبعا صلى في الخفاء، النبي إليشع صلى بالخفاء، النبي دانيال صلى في العلية، وهكذا النبي إيليا قبل ما يبتدي خدمته كان في فترة سرية، حياة الاختباء. أول ما طلع قال حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه، أنه لا يكون طل ولا مطر عند هذه السنين، في هذه السنين إلا عند قولي. ولاحظ لما تحدى كل الشعب على جبل الكرمل، الجماعة أخذوا أكثر من 2 نهار يا بعل أجبنا، لكن صلاة إيليا كانت قصيرة مهدفة محددة. أيها الرب إله إسرائيل، يا أيها الرب إله إبراهيم وإسرائيل وإسحاق وإسرائيل، ليعلم اليوم أنك أنت الله. فهي الصلاة اللي حركت السماء وفعلا نزلت نار ورجعت المطر إلى الأرض، كان ماخد الجواب من عند الرب. فالصلاة أحبائي ليس لنوال المديح، ولا لنعطي الصلاة مجرد وعظ ولا توبيخ للناس، ولا لغة بلاغية، ولا ترديد تعاويذ وثنية مثل الوثن. الصلاة صلة، الصلاة علاقة، شركة حية بإله حي. أنت بتصلي بيسمع بيستجيب بيتواصل بيتفاعل معك. ليست الصلاة تعويذ. على فكرة لما بتصلي اتذكر أنه إحنا مش عبيد، إحنا أبناء، إحنا بنات للرب. أنت بتصلي مثل ما علمنا يسوع، قولوا أبانا الذي في السماوات. نموذج الصلاة في علاقة، علاقة البنوة للآب السماوي. ليس المقصود إطالة الصلاة، الفكرة أنه المسيح صلى، صلى كل الليل أوكي، لكن أمام الناس شو نوع الصلاة والغرض والهدف من الصلاة. صلاة سليمان في الكتاب المقدس كانت طويلة جدا لكن رزينة، كانت مهدفة، حركت السماء، مجد الرب نزل. أحبائي مثل ما قال النبي هوشع، خذوا معكم كلاما، مثل ما قال أيوب، اختاروا كلاما. أحبائي الله خلقنا والله افتدانا، نصرخ بروح البنوة لأن إحنا أبناء للرب، نصرخ للآب السماوي يا أبا الآب. فنصلي بالإيمان، نصلي بالروح، نصلي بنقاء القلب، نصلي حسب مشيئته، نصلي لمجده، ما نصلي لطلبات أنانية، تطلبون ولستم تمتلكون لأنكم تطلبون رديا. نصلي بروح الغفران، ولما تصلي اتذكر أنت أمام الله هو يجازيك علانية. الرب يباركك. أحبائي شفنا في شخصية يسوع المسيح أنه يحب الجميع، لكنه كان يهاجم مظاهر وأشكال التدين الخارجي، كان بهاجم المرائين والمنافقين اللي بيستخدموا التدين، سواء من صوم، سواء من صدقة أو من صلاة، لكن مش بالصلاة الحقيقية. فهون احنا تكلمنا عن دوافع الصلاة الحقيقية، الصلاة اللي بعلمها الرب يسوع المسيح. يمكن انت بتصلي كتير، عم بتحس انه صلاتك مش عم بتجيب ولا بتودي، ملهاش تأثير ولا فعالية. الخطوة الأولى محتاج انه فعلا تطلب من المسيح ان يأتي الى حياتك فتبنى هذه العلاقة، وعندها تطلب بدافع صحيح وبنقاء وصفاء القلب وبتطلب بإيمان، ورح تشوف إنه كل شيء رح يكون متغير بحياتك.
المسيح جاء حتى يغير من جوا لبرا وتكون لنا علاقة معاه بشكل مستمر، وهو حي يسمع ويستجيب. الرب يباركك.